السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط. راح نسوي مراجعة شاملة ومركزة للفصل الأول ونحل أسئلة اختبار الفصل الأول صفحة 26. طبعا كتبت لكم الملاحظات، وهذه الملاحظات موجودة بالتفصيل مع الأمثلة في ملزمة الرياضيات، إن شاء الله راح تصدر قريبا. زين، عندنا الدرس الأول من الفصل الأول هو تبسيط الجمل العددية، تبسيط الجذور. شلون نبسط الجذور؟ عندنا هنا جذور مربع كامل، يعني جذور تربيعية تخرج من الجذر. مثل عندنا جذر الواحد، هو شقد؟ هو واحد. ليش؟ لأن جاني من واحد في واحد. زين، جذر الأربعة هو اثنين، لأن جاني من اثنين في اثنين. جذر التسعة هو ثلاثة، لأن جاني من ثلاثة في ثلاثة. جذر الستعش هو أربعة، لأن جاني من أربعة في أربعة. جذر 25 هو 5، لأن جاني من 5 في 5. جذر 36 هو 6، لأن جاني من 6 في 6. وجذر 49 هو 7، لأن جاني من 7 في 7. وجذر التربيعي لل 64 هو 8، لأن جاني من 8 في 8. والجذر 81 هو 9، لأن جاني من 9 في 9. وجذر 100 هو 10، لأن جاني من 10 في 10. فهذه الجذور التربيعية أقدر أبسطها أطلعها من تحت الجذر. زين، اما الجذور التكعيبيه، ينطيني هنا عندنا جذر تكعيبي، شلون ابسطه؟ كذلك اطلع من تحت الجذر. مثل عندنا الجذر التكعيبي للثمانية هو 2، لان جاني من 2 في 2 في 2. الجذر التكعيبي لل27 هو 3، لان جاني من 3 في 3 في 3. الجذر التكعيبي لل64 هو 4، لان جاني من 4 في 4 في 4. لاحظوا هنا فرقوا بين الجذر التربيعي لل64 هو 8، والجذر التكعيبي لل64 هو 4. هنا فرقوا بيناتهم. زين، والجذر التكعيبي لل125 هو 5. هذه جذور تكعيبية تخرج من الجذر. زين، النوع الثالث هو جذور تبقى كما هي، يعني هي مبسطة ما تتبسط. مثل عندنا جذر 2، جذر 3، جذر 5، جذر 7، جذر 11، جذر 13. هذه الجذور ما تتبسط، تبقى كما هي، لأن هي أصلا في أبسط صورة. زين، أما النوع الرابع جذور تبسط بالتحليل، يعني لا هي جذور تربيعية ولا تكعيبية ولا هي جذور مبسطة. فشون أبسطها؟ أبسطها بالتحليل. مثل عندنا الجذر التربيعي للثمانية، جذر تربيعي وليس تكعيبي. الجذر التكعيبي للثمانية هو 2، بس إذا أنطاني جذر تربيعي، الجذر التربيعي للثمانية شون أبسطها؟ بالتحليل، يعني أحلل ثمانية. ثمانية تقبل قسمة على 2، بها 4 تقبل قسمة على 2، بها 2 تقبل قسمة على 2، بها 1. فما دام تربيعي فكل 2 آخذ وحدة، فهاي 2 و 2 آخذ وحدة، اللي تبقى وحدها أخليها تحت الجذر. فش راح يصير؟ راح يصير 2 جذر 2، يعني جذر 8 من أحلله هو 2 جذر 2. صار واضح؟ راح أعطيكم مثال ثاني حتى يكون بعد أوضح. مثلا هنا ينطينا جذر 20، أريد أحلل جذر 20. جذر 20 يعني مو مربع كامل ولا هو مبسط، فأريد أبسطه، أبسطه بالتحليل. فهنا نقول العشرين، طبعا من أحلل علي من أعتمد؟ أعتمد على قابلية القسمة، يعني أحلل العدد بالعوامل الأولية اللي هي الثنين، أشوف الثنين يقبل القسمة على 2 أو يقبل القسمة على 3 أو يقبل القسمة على 5 أو يقبل القسمة على 7. هذه الأعداد الأولية. فهنا عندنا العشرين بما أنه الآحاد عدد زوجي اللي هو الصفر، فيقبل القسمة على 2. إذن هنا أحلل على 2، 20 أقسمها على 2 بها 10، كذلك يقبل قسمة على 2، 10 أقسمها على 2 بها 5. زين، هسه هاي الخمسة لا تقبل قسمة على 2 ولا تقبل قسمة على 3، تقبل قسمة على 5. 5 كبر بها 5 بها 1. فبما أنه هو جذر تربيعي، فهنا كل 2 أخذ وحدة، فهاي 2 و 2 أخذ 2. فهنا عندنا هذا اللي يبقى وحده اخليه تحت الجذر. فجذر العشرين من حللته ايش قد طلع؟ طلع 2 جذر 5، 2 جذر 5. صار واضح؟ هذه طريقه التحليل. زين، هسه وضحنا شلون نبسط الجذور. زين، شلون نجمع ونطرح الجذور؟ نجمع ونطرح الجذور المتشابهه فقط. يعني هنا ينطيني جذور بيناتهم جمع أو طرح، إيش وقت أقدر أجمع أو أطرح؟ إذا كانت الجذور متشابهة فقط. إذا كانت الجذور مختلفة لا أجمع ولا أطرح، بس إذا كانت متشابهة
أقدر أجمع أو أطرح طبعاً حسب هذه الإشارة اللي هنا. فهنا عندنا جمع فأقدر أجمع، لأن هنا عندنا جذر 2 وجذر 2 متشابه. زين شنو أجمع؟ أجمع فقط المعامل، أجمع فقط المعامل والجذر ينزل نفسه. فهنا أقول 3 زائد 5 هو 8، وأنزل جذر 2 فيصير 8 جذر 2. صار واضح؟ نجي للملاحظة الأخرى عند الضرب. عند الضرب نضرب الجذر مع الجذر والرقم مع الرقم. يعني هنا شنو عندي؟ عندي جذور بيناتهم ضرب. إذا بيناتهم ضرب فهنا أضرب الرقم مع الرقم والجذر مع الجذر. يعني هنا أقول 3 في 2 هو 6، 6 زين، وجذر 5 في جذر 3 هنا أضربهم، أضرب الأرقام، أقول 5 في 3 هو 15. فهنا نقول 5 في 3 15، إذا راح يصير 6 جذر 15. هذه طريقة الضرب. عند ضرب الجذور المتشابهة فإن الناتج هو نفس العدد بدون جذر. شنو يعني؟ يعني هنا مثلا عندنا جذر 5 في جذر 5 الناتج هو 5، يعني هنا الناتج هو نفس العدد بدون جذر. جذر 3 في جذر 3 الناتج هو 3، جذر 4 في 4 يساوي 4. صار واضح؟ زين الجذر اللي بدون معامل يعني المعامل مالته واحد. شنو يعني؟ يعني مثلا عندنا هنا جذر 3 زائد 2 جذر 3، هذه الجذور بيناتهم هنا شنو عندنا جمع؟ اقدر اجمعهم؟ نعم اقدر اجمعهم، لان هنا عندي جذور متشابهه. زين شنو اجمع؟ مثل ما ذكرنا نجمع المعامل فقط. زين هنا عندنا المعامل 2، هنا ما عندنا معامل، معناته ايش قد هنا عندنا المعامل؟ معناته المعامل هنا واحد. فمن أجمع أقول 1 زائد 2 هو 3، وأنزل واحد من هذه الجذور فراح يصير 3 جذر 3. فهسه قبل لا نبدي بأسئلة اختبار الفصل راح نحل هذا السؤال الوزاري عن تبسيط الجذور. هنا عندنا السؤال بسط الجمل العددية الآتية. هنا عندنا جذر 5 مضروب في القوس اللي هو جذر 125 ناقص جذر 20. زين هسه هنا أباوع على هذه الجذور، من اللي تحتاج تبسيط؟ عندنا جذر 5 هو مبسط يبقى كما هو، الجذر التربيعي للمية وخمسة وعشرين هنا لازم يحتاج لتحليل، لأن هنا عندنا مو تكعيبي وإنما تربيعي. زين فلازم أحلله. عندنا الجذر العشرين كذلك يحتاج تحليل، فهنا أحلل الجذر المية وخمسة وعشرين فأقول 125. طبعا هنا شنو الأحد مالته؟ 5، إذا يقبل قسم على 5. زين 125 قسم على 5، هنا أقول 12 كم مرة بها 5؟ بها 2 راح يزود 2 راح يصير 25، كم مرة بها 5؟ بها 5. يعني هنا باعتبار نقسم جاي، نقسم 125 على 5 بها 25، كذلك تقبل قسمة على 5. 25 كم مرة بها 5؟ بها 5، 5 تقبل قسمة على 5 بها 1. فهنا بما أنه تربيعي فكل 2 أخذ وحدة، فهنا عندنا 5 وهاي الخمسة اللي بقت وحدها خليها تحت الجذر. إذن هنا شنو صار عندي؟ هذا الجذر الخمسة هو مبسط ينزل. زين الجذر 125 إيش قص صار؟ صار هنا عندنا 5 لجذر 5. زين ناقص هنا عندنا جذر 20 نحلله. نحلل 20 طبعا هنا تونا حللناها، هاي جذر 20 حللناها طلع عندنا 2 جذر 5. 2 جذر 5 فش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا 2 جذر 5. زين هسه هنا بسطت هذه الجذور. هسه راح استعمل خاصية التوزيع، راح اضرب هذا الجذر اضربه بالحد الاول واضربه بالحد الثاني. شنو؟ ما دام هنا عندنا اقواس اذا هنا استعمل ضرب خاصية التوزيع. زين هنا اقول جذر 5 في 5 جذر 5، بس هنا لاحظوا لا راح اختصر الخطوات، يعني اضرب الجذر مع الجذر والرقم مع الرقم. زين هنا عندنا المعامل واحد، ما بي معامل، اذا المعامل مالته واحد، فأضرب الرقم مع الرقم والجذر مع الجذر. زين واحد في خمسة هو 5، جذر 5 في جذر 5 هو 5 بدون جذر، فراح يصير في 5 لأن بيناتهم ضرب. صار واضح؟ راح يصير 5 في 5 ناقص. زين هنا عندنا أضرب الرقم مع الرقم والجذر مع الجذر، واحد في 2 هو 2، جذر 5 في جذر 5 هو 5 بدون جذر، فراح يصير في 5. صار واضح؟ ويساوي 5 في 5 هو 25 ناقص 2 في 5 هو 10،
ويساوي 25 انقص منعتها 10 هو 15. اذا الناتج هو 15. هذا سؤال وزاري. زين هسه نجي الى السؤال الاول من اختبار الفصل صفحه 26. هنا نقول بسط الجمل العدديه. هنا معطيني قوسين وبها جذور. اشوف هذه الجذور جذر 3 جذر 5 جذر 3 جذر 5. هذه الجذور مبسطه فما تحتاج تبسيط، يعني تبقى كما هي. زين شنو اللي اسوي؟ هنا استعمل خاصيه التوزيع. عندنا هذا الحد الاول اضربه بالقوس الثاني، يعني اضربه بالحد الاول واضربه بالحد الثاني. وعندنا هذا الجذر 5 اضربه بالحد الاول واضربه بالحد الثاني. هنا استعمل خاصيه التوزيع. زين هنا اقول جذر 3، في جذر 3 هو 3 بدون جذر. زين طبعا هنا الاشاره موجب زائد جذر 3 في جذر 5 اضرب الجذور 3 في 5 15، اذا راح يصير جذر 15. زين زائد هسه اضرب الجذر 5 في القوس، اقول جذر 5 في جذر 3 هو جذر 15. زين جذر 5 في جذر 5 هو 5 بدون جذر، فراح يصير زائد 5. زين ويساوي هسه هنا راح ابسط بعد. هنا عندي اعداد وهنا عندي جذور، فهنا اجمع الاعداد، اقول 3 زائد 5 هو 8، اقول 8 زائد. هنا عندي هذه الجذور، هذه الجذور متشابهه؟ نعم متشابهه، ما دام متشابهه فاقدر اجمعهم او اطرحهم حسب الاشارات. هنا راح يصير عندي جمع. زين شنو اجمع؟ اجمع المعامل فقط. هنا شنو عندنا المعامل؟ هنا عندي المعامل واحد وهنا عندي المعامل واحد، فاقول 1 زائد 1 هو 2 وانزل نفس الجذر اللي هو 15، فراح يصير هنا عندنا 8 زائد 2 لجذر 15. صار واضح؟ هذا السؤال الاول. هنا عندي نقطة ثانية كذلك يرم من عندي تبسيط. اشوف هنا كسر والمقام مالته هو جذر، المقام مالته جذر، فأنا هنا لازم أتخلص من هذا الجذر، وهذا ما يسمى بتنسيب المقام. تنسيب المقام هو جعل المقام خالي من الجذر، وهذه ملاحظاتي، ملاحظات حول تنسيب المقام. هنا عندنا هذه ملاحظات لتنسيب المقام. تنسيب المقام هو جعل المقام خالي من الجذر. زين فهنا عندنا إذا كان المقام يحتوي على جذر واحد فقط شو نسوي؟ نضرب الكسر في نفس المقام. مضيتكم هنا مثال، مثل هنا عندنا 7 ناقص جذر 5 على جذر 5. هنا عندي المقام جذر، فشلون اتخلص من هذا الجذر؟ اضرب البسط والمقام في نفس الجذر المقام، يعني اضرب البسط في جذر 5 والمقام في جذر 5. صار واضح؟ ليش؟ حتى هنا من اضرب جذر 5 في جذر 5 راح يصير 5 بدون جذر، فتخلصت من الجذر. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان المقام يحتوي على جذرين بينهم عملية جمع أو طرح، شو نسوي؟ نضرب الكسر في مرافق المقام. شنو المقصود بمرافق المقام؟ مرافق المقام هو نفس المقدار بعكس إشارة الوسط. يعني مثلا هنا عندنا هذا المقام، المقام هو جذر 2 ناقل جذر 3، فهنا شلون أتخلص من هذه الجذور بالمقام؟ راح أضرب الكسر في المرافق مالته نفس المقدار بعكس إشارة الوسط، يعني جذر 2 ناقص جذر 3 المرافق مالته هو جذر 2 زائد جذر 3. صار واضح؟ هذه الحالات لتنسيب المقام. فهنا عندنا النقطة الثانية من اختبار الفصل، عندنا الحالة الأولى من تنسيب المقام، عندنا هنا جذر واحد في المقام، جذر واحد في المقام، فشلون أتخلص من هذا الجذر؟ راح أضرب البسط والمقام في نفس هذا المقام. صار واضح؟ فراح يصير يساوي هنا راح أقول جذر 3 ناقص جذر 6 على جذر 3، أنزل هذا الكسر كما هو أضربه في هنا، أقول جذر 3 في جذر 3، ضربت الكسر في نفس المقام ناقص هذه أنزلها، أنزل الكسر الثاني جذر 8 ناقص 5 على 3 لجذر 2، هنا شنو عندي؟ جذر جذر 2، فأضربه في جذر 2. هنا أنا أقول جذر 2 في جذر 2. صار واضح؟ هسه راح أحل هذا واحد وأحل هذا واحد. زين هنا أنا راح أضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. زين هنا أنا أستعمل خاصية التوزيع. هذا جذر 3
أضربه بالحد الأول وأضربه بالحد الثاني. هنا عندنا جذر 3 في جذر 3 هو 3 بدون جذر. زين، جذر 3 في جذر 6 هو جذر 18. أضرب 3 في 6 18 والإشارة سالب، فيصير سالب جذر 18. زين، جذر 3 في جذر 3 هو 3 بدون جذر. لاحظوا تخلصت من الجذر الموجود بالمقام. زين، ناقص. هسه هنا عندنا نفس الطريقة، استعمل خاصية التوزيع، أضرب هذا الجذر 2 بالحد الأول بعدين أضربه بالحد الثاني. جذر 2 في جذر 8 هو جذر 16. زين، جذر 2 في 5 هنا ما يصير أضرب الجذر في الرقم، أضرب الرقم مع الرقم والجذر مع الجذر. زين، هنا أنا وين عندي رقم؟ ما عندي رقم، معناتها واحد. أقول واحد في 5 هو 5 والإشارة سالب، فيصير سالب 5، فيصير سالب 5 لجذر 2. صار واضح؟ زين، هنا عندنا جذر 2 في جذر 2 هو 2 بدون جذر. 2 بدون جذر، يعني هنا صار عندي 2، 2 في 3 هو 6. صار واضح؟ زين، هسه هنا أجي أبسط، أجي أبسط الجذور. هنا عندنا 3 تنزل ناقص، عندنا 18، 18 مربع كامل؟ لا. جذر تكعيبي؟ لا. مبسط؟ لا. فلازم أبسط. شلون أبسط؟ أبسط بالتحليل. هنا أحلل 18، 18 أحادها 8 تقبل قسمة على 2 فقسمة على 2، 18 قسمة على 2 بها 9. هسا هاي 9 ما تقبل قسمة على 2 تقبل قسمة على 3، 9 كمرة بها 3 بها 3 تقبل قسمة على 3 بها 1. زين، جذر تربيعي يعني كل 2 أخذ وحدة، فهنا يصير 3 وهاي 2 بقت وحدها خليها تحت الجذر. فش راح يصير؟ راح يصير 3 جذر 2، 3 جذر 2، يعني هاي جذر 18 بسطتها صارت 3 لجذر 2. زين، على 3 تنزل ناقص. هنا عندنا جذر تربيعي لل 16 شقد؟ هي 4، نجاني من 4 في 4، فأقول 4 ناقص 5 لجذر 2 تنزل، جذر 2 ما يتحلل، على 6. زين، هسه هنا شنو صار عندي؟ صار عندي طرح، فلازم أوحد مقامات. شنو أوحد مقامات؟ أوحد المقامات على 6. زين، فهنا عندنا هذه 6 كمرة بها 3 بها 2، فهذه 2 أضربها بالبسط. هنا نقول 2 في 3 هو 6 ناقص 2 في 3 كذلك 6 لجذر 2. زين، هنا نجي للثاني، القوس الثاني. طبعا هنا راح أجعل المقام واحد اللي هو 6. هنا عندنا 6 كمرة بها 6 بها 1، فهذه الواحد راح أضربه بالقوس، بس هنا شنو عندنا؟ عندنا إشارة سالب، فراح يصير سالب واحد، راح أضربه بالبسط، العفو، أضربه بالبسط اللي هو سالب واحد. سأقول سالب واحد في 4 هو سالب 4. زين، سالب واحد في سالب 5 راح يصير موجب 5، لأن سالب السالب موجب. زين، وجذر 2 ينزل. زين، هسه هنا أنا كذلك راح أبسط. هنا عندنا المقام هو 6. هنا عندنا جذر 2 وهنا عندنا جذر 2، فهذه حدود متشابهة أقدر أجمعهم أو أطرحهم حسب الإشارات. وهنا عندي أرقام، فهنا شنو عندي من أرقام؟ عندي هنا 6 وعندي هنا سالب 4، سالب 4، فأقول 6 ناقص 4 هو 2. زين، هنا عندنا الجذور متشابهة، هنا عندنا جذر 2 وجذر 2، فهنا أقدر أجمعهم أو أطرحهم حسب الإشارة. شنو أجمع أو أطرح؟ المعامل. هنا نقول سالب 6 زائد 5، سالب 6 هذا المعامل وهذا المعامل، سالب 6 زائد 5 إشارة الأكبر وأطرح راح يصير 1، إذن راح يصير ناقص 1، هذا الواحد ما نكتبه، راح نقول جذر 2، هذا جذر 2 ينزل. فهنا أجمع المعامل وجذر 2 ينزل، فراح يصير 2 ناقص جذر 2 على 6 هو التبسيط النهائي. هسه هنا عندنا السؤال الأول والثاني حليناه. السؤال الثالث هو باستعمال الحاسبة طبعا، وهذا ما داخل عندكم بالوزاري. السؤال الرابع هو عن التطبيقات. قبل لا نحل هذا السؤال، هذه مراجعة وملاحظات التطبيقات. عندنا هنا الملاحظة الأولى للتطبيقات، مثل هنا عندنا الأف، حيث F هي من X إلى Y،
يعني الاف هو اسم التطبيق، الاكس هي المجال والواي هي المجال المقابل. زين، فهنا عندنا ينطيني قاعدة اقتران. قاعدة الاقتران هي القاعدة التي نعوض فيها عناصر المجال، يعني ينطيني قاعدة الاقتران بالتطبيق. فأنا شنو أسوي؟ عناصر المجال اللي ينطيني إياها أو أنا اللي أطلعها هنا أنا وين أعوضها؟ بقاعدة الاقتران. فالناتج مالتها يسمى المدى. المدى هي نواتج قاعدة الاقتران بدون تكرار. الناتج مال التعويض هو يسمى المدى. زين، فهذه التطبيقات. زين، أريد أعرف نوع التطبيق. إذا كان المدى اللي يطلع الناتج يساوي المجال المقابل فالتطبيق شامل، وإذا كانت عناصر المدى مختلفة فالتطبيق متباين، وإذا كان التطبيق شامل ومتباين فإن التطبيق تقابل. هذه شلون نعرف أنواع التطبيق. زين، أما في التركيب، في تركيب التطبيقات شنو يعطيني؟ يعطيني قاعدتين للاقتران، مو قاعدة واحدة، لا قاعدتين، مثل قاعدة F وقاعدة G، يعطيني قاعدتين. زين، فهنا عندنا هذا التركيب F تركيب G لثلاثة. هاي الثلاثة أعوضها بقاعدة الاقتران G، والناتج التعويض أعوضه بقاعدة اقتران F. هذه طريقة تركيب التطبيقات. صار واضح؟ كذلك هنا عندنا ملاحظة كتبتها لكم. إذا كان المجال Z، يعني هنا من يقول من Z إلى Z، فهذه Z هنا عناصر المجال أنا راح أضيفها عن الأعداد الصحيحة. إذا هنا راح يعني أخلي أعداد سالبة وموجبة والصفر. وإذا قال المجال N، يعني الأعداد الطبيعية، يعني تبدأ من الواحد إلى المالانهاية. صار واضح؟ أنا سنحل السؤال الرابع ونطبق الملاحظات. يقول إذا كان F، يعني التطبيق، من Z إلى R، يعني هذا المجال وهذا المجال مقابل، حيث F للX هي X تربيع، هذه قاعدة اقتران، قاعدة اقتران الF، ارسم مخططا سهميا للتطبيق وبين هل ان التطبيق متباين شامل او متقابل. زين، هنا انا مطين هذه قاعدة الاقتران هي F للX تساوي X تربيع. انا هذه قاعدة الاقتران اعوض بها عناصر المجال. زين، وين عناصر المجال؟ هنا يقول F من Z، هذه Z هي عناصر المجال، هذا المجال وهذا المجال المقابل. فهنا عندنا Z هي عناصر المجال، فأني هنا أنا راح أضيف عناصر المجال اللي هي زيت، اللي هي الأعداد الأعداد الصحيحة، يعني الأعداد الموجب والأعداد السالبة والصفر. فهنا أنا أقول زيت هي هنا طبعا نقاط يعني ما لا نهاية، هنا أقول سالب 2 وسالب 1 والصفر والواحد والثنين وهنا إلى ما لا نهاية. هذه هنا عندنا زيت اللي هي عناصر المجال. هسه هذه العناصر المجال أعوضها بقاعدة الاقتران. هنا أنا طبعاً الحل أكتب قاعدة الاقتران اللي هي F للX تساوي X تربيع. بدل هذه الX راح أخلي هذه العناصر، فأقول F للسالب 2 يساوي، راح يصير سالب 2 تربيع يساوي. زين، هنا نقول F لسالب 1 يساوي، فراح يصير سالب 1 تربيع ويساوي، بعدين نطلع الناتج. زين، هسه اقول F للصفر يساوي، راح يصير صفر تربيع ويساوي. زين، F للواحد ويساوي، هنا أنا اقول 1 تربيع يساوي، وهنا عندنا اخر شيء هو الثنين، فهنا نقول F للثنين يساوي، هنا نقول 2 تربيع ونطلع الناتج. زين، هسه نطلع الناتج. هنا عندنا سالب 2 تربيع يعني 4، 2 تربيع يعني 2 في 2 4، والسالب بالسالب موجب يعني هنا 4. زين، سالب 1 تربيع يعني 1 في 1 هو 1، والإشارة كذلك موجب لأن السالب بالسالب موجب. زين، هنا عندنا 0 تربيع يعني 0، وهنا عندنا 1 تربيع يعني 1 في 1 هو 1، وهنا عندنا 2 تربيع يعني 2 2 في 2 هي 4. زين، هذه هنا عندنا النواتج اللي طلعت لي، هذه تسمى المدى، هذه المدى. صار واضح؟ فإذا أريد أكتب عناصر المدى، إذا يطلب لي بالسؤال، وهنا ما طالب عناصر المدى، بس إذا يطلب لي بالسؤال جد عناصر المدى، فهنا أقول المدى يساوي، أكتب هنا العناصر النواتج اللي طلعت بدون تكرار، بدون تكرار. هنا شنو طلع لي؟ طلع لي الصفر
والواحد والأربعة. هذه عناصر المدى. طبعا هنا أنا إلى ما لا نهاية، لأن هذه شنو عندنا أعداد صحيحة إلى ما لا نهاية. فهنا أول شيء راح نرسم المخطط السهمي، وبعدين نوضح أنواع التطبيق، هل هو شامل متباين أم متقابل. هنا أنا راح نرسم المخطط السهمي، نرسم هنا عندنا مستطيل، هذا عندنا مستطيل، ونرسم هنا كذلك مستطيل. فهنا عندنا العناصر المجال اللي خليناها هي سالب 2 وسالب 1 والصفر والواحد والثنين ولا ما لا نهاية. زين، المدى اللي طلع لي النواتج اللي هو هنا عندنا الصفر والواحد والأربعة، كذلك إلى ما لا نهاية. زين، هسه شلون أوصل هنا بالمخطط السهمي؟ أوصل هنا العنصر اللي دخلته بقاعدة الاقتران مع الصورة اللي طلعت لي مع النتيجة. فهنا عندنا سالب 2 من عوضة سالب 2، ايش قد طلعت لي؟ 4. فهنا أوصل السالب 2 وين؟ 4. زين، من عوضة السالب 1 انطاني 1، فهنا أجر خط بين السالب 1 وبين الواحد. من عوضة هنا الصفر ايش طلع لي؟ 0. فهنا عندنا الصفر للصفر. من عوضة الواحد شنو طلع لي؟ طلع لي 1. فهنا أجر خط سهم العفو بين الواحد والواحد. هنا أنا من عوضت الثنين شنو انطاني؟ انطاني 4. فهنا عندنا هاي الثنين للأربعة. هذا هو المخطط السهمي. صار واضح؟ زين، هسه راح نوضح أنواع التطبيقات. أول شيء هنا نقول هل التطبيق شامل؟ نقول التطبيق غير شامل، وراح نوضح السبب. نقول التطبيق غير شامل. ليش غير شامل؟ لأن حتى يكون شامل لازم يكون المدى هو مساوي للمجال المقابل. هنا عندنا المجال المقابل شنو؟ R. R هي الأعداد الحقيقية اللي تشمل جميع الأعداد وجميع الكسور العشرية والاعتيادية. يعني هنا هل إنه المدى، هذه المدى، هذه العناصر اللي طلعت لي هي مساوية للأعداد الحقيقية؟ لا، غير متساوية. فهنا نقول التطبيق غير شامل. نذكر السبب، نقول لأن المدى لا يساوي المجال المقابل. المجال المقابل. زين، نقول هنا التطبيق غير متباين. هنا ذاكر، هل التطبيق متباين؟ هنا نقول التطبيق غير متباين. نذكر السبب، لماذا التطبيق غير متباين؟ لأن هنا عندنا المدى مكرر بعناصر مكررة. فأنا هنا لحتى يكون التطبيق متباين لازم عناصر المدى تكون مختلفة. من اسمه متباين يعني مختلف، لازم عناصر المدى تكون مختلفة. هنا لا، عناصر المدى متشابهة. هنا عندنا 4 وهنا عندنا 4 وهنا عندنا 1 وهنا عندنا 1، فعندنا تكرار بعناصر المدى. فهنا عندنا السبب، يا أما نقول لوجود تكرار في عناصر المدى، أو شو نقول؟ نقول هنا أفل السالب 2 مثلا، أشوف المتشابه، عندنا هاي النتيجة متشابهة وهذه النتيجة متشابهة. هنا أقول أفل السالب 2 انطاني 4، والأف للموجب 2 هم انطاني 4، مع العلم أنه هي السالب 2 لا تساوي موجب 2. فأقدر أكتب هذا السبب. أو أقول هنا على الواحد، بما أنه هنا واحد وهنا واحد متشابه، أقول الأف للسالب 1 انطاني 1، والأف للواحد هم انطاني 1، مع أنه السالب 1 لا يساوي 1. صار واضح؟ فهنا اذكرون أي واحد من هذا المتشابه. فهنا أقول الأف للسالب 2 شنو انطاني؟ انطاني 4. زين، والأف الموجب 2 هم انطاني 4، وهذا يؤدي أنه السالب 2 لا يساوي الثنين. فهنا هذا السبب أنه التطبيق غير متباين. زين، هل التطبيق متقابل؟ إيش وقت يكون التطبيق تقابل؟ إذا كان شامل ومتباين. زين، هسه هنا لا شامل ولا متباين، إذا نقول التطبيق غير تقابل. نحن نقول التطبيق غير تقابل، ونذكر السبب، لماذا غير تقابل؟ لأنه غير شامل وغير متباين. صار واضح؟ انتهى حل السؤال. نشوف السؤال الخامس. يقول إذا كان التطبيق F من L إلى N
إذ إن الأف للأكس هي 3x زائد 1، هاي قاعدة اقتران الأف. زين، والجي كذلك من N إلى N، قاعدة اقتران الجي هي جي للأكس يساوي أكس تربيع. يعني هنا ما دام مطيني قاعدتين للاقتران، إذن هذا التركيب. هنا نقول جد F تركيب جي للثنين، وجي تركيب F للثنين، وF تركيب جي للخمسة، وجي تركيب F للخمسة. فهنا أنا راح نقول الحل. هنا أنا راح نطلع أول شيء الF تركيب جي للثنين. زين، هنا أنا مثل ما ذكرنا إنه نعوض الثنين بقاعدة اقتران الجي، والناتج مالتها نعوضها بقاعدة اقتران الF. زين، بس أول خطوة لازم نسويها وهي إنه الF ننزله، التركيب يحذف، هذا التركيب هاي الدائرة تحذف، نعوض عنها بأقواس كبار، راح يصير جي للثنين، خليها بأقواس كبار، صار واضح؟ فهسه هاي الثنين أعوضها بقاعدة الجي، فهذه الأف تنزل. هنا عندنا قاعدة اقتران الجي اللي هي الجي للأكس شو يساوي؟ أكس تربيع، يعني هذه قاعدة اقتران الجي راح أعوض بها الثنين، يعني راح يصير اثنين تربيع، صار واضح؟ زين، الأف شو راح يصير؟ اثنين تربيع هي أربعة، فهنا طلعت النتيجة هي أربعة. هسه هاي الأربعة أعوضها وين الناتج مالتها؟ أعوضها بقاعدة اقتران الأف. وين قاعدة اقتران الأف؟ هذه الأف. فهنا شو راح أقول؟ راح أقول يساوي، وين أعوض هذه الأربعة؟ أعوضها مكان الأكس، مكان الأكس أخلي أربعة، راح يصير ثلاثة، طبعا بيناتهم ضرب، راح يصير ثلاثة في أربعة زائد واحد، ويساوي ثلاثة في أربعة هو 12 زائد واحد هو 13. إذن هنا عندنا الناتج 13. هنا أقول جي تركيب F للثنين. زين، هنا أنا بالعكس راح نعوض الثنين أول مرة بقاعدة اقتران الF، وبعدين الناتج بقاعدة اقتران الجي. أول شيء أسوي الجي أنزله، هذه تحذف، أعوض عنها بأقواس كبار، راح يصير F للثنين، خليها بأقواس كبار مثل ما سوينا هنا. هنا أنا بالعكس. زين، هسه هنا عندنا هاي الثنين أعوضها بقاعدة الاقتران الF اللي هي بدال الأكس راح أخلي اثنين، شو راح يصير؟ هذه الجي تنزل، راح يصير ثلاثة في اثنين، هذه الأكس خلينا مكانها اثنين زائد واحد. زين، جي هنا يصير ثلاثة في اثنين ستة، ستة زائد واحد هو سبعة، هذه السبعة النتيجة راح أعوضها بقاعدة اقتران الجي اللي هي اكس تربيع. فش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا السبعة تربيع، يعني اكس تربيع يعني سبعة تربيع، صار واضح؟ ويساوي 49. إذن هذه هنا عندنا الجي تركيب اف للثنين هو 49. زين، هسه خلصنا من هذا المطلب وهذا المطلب. هسه نجي الى الاف تركيب جي للخمسة. هنا نقول اف تركيب جي للخمسة نفس الطريقة، هنا مو اثنين، هنا صارت خمسة، فهذه الاف تنزل، هذه تحذف، التركيب اعوض عنها بأقواس كبار، فراح يصير هنا عندنا جي للخمسة. فهاي الخمسة اعوضها بقاعدة جي، قاعدة جي هي اكس تربيع، يعني هنا نقول اف خمسة تربيع، اكس تربيع يعني خمسة تربيع، صار واضح؟ خمسة تربيع يعني شكيت؟ خمسة في خمسة 25، 25، فهذه النتيجة طلعت 25. هسه هاي 25 أعوضها بقاعدة F، هاي 25 النتيجة راح أعوضها بقاعدة F. قاعدة F شو تقول؟ تقول 3X زائد 1، يعني يصير 3 بدال X راح أخلي 25 زائد 1، صار واضح؟ ويساوي هنا نقول 3 في 5 15، 5 و 1 3 في 2 6 و 1 7، فراح يصير 75 زائد 1 ويساوي 76. إذن الناتج هنا طلع ل 76. زين، هسه هنا راح نعكسها، نقول جي تركيب اف للخمسة، هنا راح يصير بالعكس،
هاي الخمسة عوضها أول مرة بقاعدة F. فهنا أجي تنزل التركيب يحذف فراح يصير F للخمسة. زين هسه هنا نقول G تنزل، هنا من أعوض الخمسة بقاعدة F، قاعدة F شو تقول؟ ثلاثة X زائد واحد، يعني راح يصير ثلاثة في الأكس راح يصير خمسة زائد واحد. زين G تنزل، هنا ثلاثة في خمسة 15 زائد واحد هو 16. هذا 16 النتيجة عوضها بقاعدة G، عوضها بقاعدة G. قاعدة G شو تقول؟ تقول X تربيع، إذن راح يصير هنا يساوي 16 تربيع. 16 تربيع يعني شنو؟ يعني 16 في 16، فراح يصير هنا عندنا 256. صار واضح وانتهى حل السؤال. نجي إلى سؤال 6، يقول إذا كان التطبيق F من R إلى R حيث F للX هي 3X زائد 1، هذه قاعدة اقتران الF، والتطبيق G هو من R إلى R إذ إن G للX هي 2X زائد 5، هذه قاعدة اقتران G. يقول هل إن F تركيب G للX هو يساوي G تركيب F للX؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول جد قيمة X إذا كانت الـ F تركيب G للـ X تساوي 28. هسه نجي وحدة وحدة. أول شيء هنا نقول هل إن الـ F تركيب G للـ X تساوي G تركيب F للـ X؟ زين. فهنا أول شيء راح نطلع الـ F تركيب G للـ X. هنا طبعا نفس الطريقة، مو كان هنا رقم نعوضه بقاعدة اقتران الـ G وبعدين الناتج نعوضه بقاعدة اقتران الـ F؟ هنا لما كان هذا الرقم راح نخلي اكس، يعني نفس الخطوه. فهنا عندنا هذه الاف تنزل، هنا راح يصير جي للاكس. زين فهنا عندنا هذه الاكس راح اعوضها بقاعده اقتران الجي، هذه قاعده اقتران الجي. فهنا هاي الاكس هي نفسها راح تصير بهاي الاكس، يعني ماكو اختلاف، فراح يصير الاف هنا راح يصير 2 اكس زائد 5. هذه هنا شنو؟ هنا هذه الاكس هي نفسها ظلت هنا، هاي عوضتها الاكس في هذه القاعده. هذه هنا صارت باعتبار نتيجه. هسه هذه النتيجه وين اعوضها؟ هذه النتيجه، هذا القوس اعوضها بقاعده اقتران الاف. وين اعوضها؟ هنا راح يصير الاختلاف. هذا القوس راح اعوضه مكان الاكس، يعني هذا القوس الكامل راح يكون مكان الاكس. ايش راح يصير؟ راح يصير نقول هنا عندنا ثلاثة، افتح القوس، هذه الاكس راح يصير هذا القوس، راح يصير 2x زائد 5 زين زائد 1 زائد 1. مكان هاي x خليت هذا القوس. زين هسه هنا شنو صار عندي؟ صار عندي خاصية توزيع، هنا اضرب الثلاثة في القوس، 3 في 2x راح يصير 6x زائد 3 في 5 15 زائد 1. زين هنا أنا صار عندي متغير اللي هو الستة إكس، فهنا أنا أقول ستة إكس 16 ستة إكس زائد 16. زين هسه هنا شو نطلع حتى نشوف المتساوي أم غير متساوي؟ هنا أنا راح نقول جي تركيب إف للإكس، هنا طبعا نفس الطريقة راح تصير معكوسة. هنا عندنا هذا الجي تنزلها، هنا نقول الإف للإكس. زين هسا عندنا هذه الاكس اول مره راح نعوضها بقاعده اقتران الاف. قاعده اقتران الاف شو تقول؟ تقول 3 اكس، هنا الجي تنزل، اقول 3 اكس زائد 1. هسا هذه النتيجه 3 اكس زائد 1 اعوضها بقاعده اقتران الجي. الجي هنا هذه قاعده اقتران مالتها، مكان هاي الاكس راح اخلي هذا القوس. ايش راح يصير؟ راح يصير 2 في 3 اكس زائد 1 زائد 5. زين هسه هنا أنا راح استعمل خاصية التوزيع، 2 في 3 اكس هي 6 اكس زائد 2 في 1 هو 2 زائد 5. زين هسه هنا عندنا هذه اجمعهم، راح يصير هنا عندنا 6 اكس زائد 2 زائد 5 هو 7. زين هسه هذه النتيجة متساوية، يعني هنا عندنا 6 اكس زائد 16 وهنا عندنا 6 اكس زائد 7، نقول هنا لا تساوي. هنا نقول جي تركيب اف للاكس هو لا يساوي
لا يساوي هنا عندنا F تركيب G للإكس. صار واضح؟ هسه نجي إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني شو يقول؟ يقول F تركيب G للإكس يساوي 28. يعني هنا شو راح نقول؟ نقول F تركيب G للإكس يساوي 28. زين، هسه هنا عندنا نفس الطريقة، عندنا هنا هاي الإكس أعوضها بقاعدة الجي، وبعدين الناتج مالتها أعوضها بقاعدة الإف. فهنا نقول الإف، هنا نقول جي للإكس يساوي، هاي بين أقواس كبار، يساوي 28. زين، الإف تنزل. هنا عندنا قاعدة اقتران الجي هي 2x زائد 1، يعني راح يصير هنا عندنا 2x زائد 5 العفو، ويساوي 28. زين، هسه هذه النتيجة عوضها بقاعدة اقتران الاف. زين، قاعدة اقتران الاف شو تقول؟ هنا تقول 3x، يعني شو راح يصير؟ هنا نقول 3 تنزل، بدال الاكس اخلي هذا القوس، راح يصير 2x زائد 5 زائد 1 ويساوي 28. هنا أنا مكان الإكس خليت هذا النتيجة اللي هي القوس. زين، هسه راح استعمل خاصية التوزيع، 3 في 2X راح يصير 6X زائد 3 في 5 15 زائد 1 ويساوي 28. زين، هنا أنا أقول يساوي 6X زائد، هنا أنا أقول 15 زائد 1 هو 16 ويساوي 28. زين، هنا أنا راح أخلي متغير في طرف والأرقام في الطرف الآخر، فش راح يصير؟ راح يصير 6x يساوي، راح يصير 28، هذا 16 راح تنتقل تقلب إشارتها إلى سالب، راح يصير سالب 16. زين، 6x يساوي 28 ناقص 16، 8 ناقص 6 هو 2، 2 ناقص 1 هو 1. هسا تخلص من معامل x، أقسم الطرفين على المعامل، فهذه 6 وهذه 6 راح تروح، راح يبقى فقط x يساوي 12 قسم على 6 هي 2. اذا هنا عندنا قيمة زيت، العفو، قيمة اكس هي 2، وانتهى حل السؤال. هسه نجي الى الدرس الثالث اللي هو المتتابعات. طبعا المتتابعات هي مجموعة من الحدود، يعني الحد الاول، حد ثاني، حد ثالث، حد الرابع، حد الخامس. هذه اهم الملاحظات للمتتابعات. عندنا قانون الحد العام. قانون الحد العام نستعمله في المتتابعات، اللي هو اليو ان يساوي اي زائد ان ناقص 1 في دي. هذا القانون كلش مهم. ثانيا، لإيجاد الدي اللي هي الأساس نستعمل القانون، يعني قد نحتاج الأساس. شلون نطلع الأساس؟ من خلال القانون، انه دي يساوي اليو 2 ناقص يو 1. يعني شنو؟ يعني مثلا هذه متتابعة، حتى اطلع الأساس مالتها اطرح الحد الثاني، اطرح من عندها الحد الاول، راح يطلع لي الأساس. زين، هنا عندنا هاي الثالثة الملاحظة، هنا عندنا هذه الرموز، الـ N هي رتبة الحد، هذه الـ N بالقانون هي رتبة الحد، يعني رقم الحد، هل هو الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع. زين، والـ A، هذه الـ A هي الحد الأول، هذه الـ A هي الحد الأول، والـ D طبعا هي الأساس. فهنا نرجع لأسئلة اختبار الفصل، يقول اكتب الحدود للمتتابعات الآتية. وصلنا إلى نقطة 7، يقول جد الحدود بين الحد الثالث والحد الثامن لمتتابعة حسابية حدها الثاني هو سالب 3 على 2 والأساس هو 2. هنا يريد الحدود بين 3 وبين 8، يعني منو؟ يعني يريد الأربعة، الحد الرابع والحد الخامس والحد السادس والحد السابع، يريد هذا الحدود اللي بيناتهم. منطين الحد الثاني، منطين الحد الثاني ومنطين الأساس. فأنا هنا أول خطوة أسويها لازم أطلع الحد الأول، لازم أطلع الحد الأول، لأن أنا إذا طلعت الحد الأول وعندي الأساس فأقدر أكمل المتتابعة. صار واضح؟ فشلون أطلع الحد الأول؟ من خلال القانون. هذا رأساً أجي أطبق القانون الحد العام، اللي هو اليو ان يساوي A زائد N ناقص 1 في D. اليو ان هنا هو منطين الحد الثاني، الحد الثاني هنا نجد منطين إياه هو سالب 3 على 2 يساوي الاي، انا اريده الحد الاول مجهول، زائد ان ناقص 1، الان هي رتبه الحد، يعني هنا يا حد يقول الحد الثاني، اذا هنا اقول 2. زين،
فراح يصير هنا عندنا 2 ناقص 1 الدي منطيني اياها شقيت هي 2 هنا عوضت زين. هسه هنا انزل هذه السالب 3 على 2 يساوي الاي مجهوله زائد 2 ناقص 1 هو 1 1 في 2 هو 2 زين. فهنا حتى طلع الاي هنا يؤدي الى حتى طلع هذه الاي هنا انقل الاثنين للطرف الاخر حتى طلع هنا الاي اللي هو الحد الاول. فش راح يصير؟ راح يصير سالب 3 على 2 هاي هنا 2 موجب تنتقل راح يصير سالب 2 ويساوي اي زين. فهنا عندنا الكسر هذه اجعل مقامها 1 واوحد مقامات. فش راح يصير؟ طبعا اوحد المقامات اوحد على 2 فاثنين كمرة بها اثنين بها واحد، واحد في سالب ثلاثة راح يصير سالب ثلاثة. فهنا أنا أقول اثنين كمرة بها واحد بها اثنين، اثنين في اثنين أربعة والإشارة سالب، راح يصير سالب أربعة ويساوي A. زين، إذن هنا أنا راح إيش قد تطلع قيمة A؟ هنا أنا عندنا الاثنين المقام ينزل، إشارات متساوية، أنزل واحدة من عندهم وأجمع، راح يصير سالب سبعة ويساوي A. إذن هذا شنو؟ هذا الحد الأول. طلعنا الحد الأول. الحد الأول اللي هو الـ A شي يساوي سالب 7 على 2. هسه شنو صار عندي؟ صار عندي الحد الأول وعندي الأساس، فهسه أقدر أطلع أي حد من الحدود. شلون؟ هنا من خلال طبعا القانون، من خلال نفس هذا القانون. هنا يريد بين 3 وبين 8، فما حاجة هنا أطلع 3. هنا راح أبدأ بالأربعة. فش راح أقول؟ راح أقول يولي الأربعة، يولي الأربعة يساوي نفس هذا القانون وعوض، نفس هذا القانون وعوض. هنا عندنا الـ A ايش قد طلعناها؟ طلعنا قيمتها اللي هو سالب 7 على 2 زائد N ناقص 1. الـ N هي رتبة الحد، هنا عندنا رتبة الحد هي 4، يعني 4 ناقص 1 3، فراح يصير 3 في الـ D ايش قد؟ الـ D 2. فهنا ايش راح اقول؟ راح اقول هنا اليول الأربعة يساوي هنا راح يصير سالب 7 على 2 زائد 3 في 2 هي 6. هسه هنا راح يصير عندي توحيد مقامات. هنا أقول اليول الأربعة يساوي هنا واحد المقامات، طبعا هاي مقامها واحد، أو واحد المقامات على 2 زين. 2 كمرة بها 2 بها 1، 1 في سالب 7 هنا راح يصير سالب 7 زائد 2 كمرة بها 1 بها 2، 2 في 6 هو 12 زين. ويؤدي إلى انه اليول الاربعة يساوي هنا اشارة الاكبر واطرح راح يصير 5 على 2. اذا هنا شنو طلعني؟ طلعنا الحد الرابع هو 5 على 2، 5 على 2 زين. هسه راح نطلع الحد الخامس. هنا نقول يول الخمسة يساوي طبعا نفس القانون معوض، الاي هي سالب 7 على 2 طلعناها زين، زائد ال ناقص 1 يعني 5 ناقص 1 هو 4 في الدي هي 2 زين. فهنا نقول يول الخمسة يساوي ننزل هذا الكسر السالب 7 على 2 زائد هنا أضرب راح يصير 2 في 4 في 2 هو 8 زين. هسه كذلك أوحد المقامات أوحدها على 2، هنا نقول يؤدي إلى اليول الخمسة يساوي هنا على 2، نقول 2 كمرة بها 2 بها 1، 1 في سالب 7 هو سالب 7 زين. 2 في كمرة بها 1 بها 2، 2 في 8 هو 16، فراح يصير زائد 16 زين. فهنا نقول يول الخمسة يساوي إشارة الأكبر وأطرح راح يصير هنا عندنا 9 على 2. هذا هنا عندنا هي حد، هذا هنا عندنا الحد الخامس اللي هو 9 على 5 عفوا 9 على 2. هسه هنا نطلع الحد السادس يساوي طبعا نفس الخطوات. هنا عندنا الاي سالب 7 على 2 زائد هنا عندنا 6 يعني راح يصير ان ناقص 1 يعني 6 ناقص 1 هو 5 زين في 2، ويؤدي الى انه اليول 6 يساوي هنا عندنا هذا الكسر ينزل سالب 7 على 2 زائد هنا اضرب 5 في 2 هو 10 او واحد المقامات. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير اليول 6 يساوي هنا راح يصير المقام هو 2، 2 تقسيم 2 هو 1، 1 في سالب 7 هو سالب 7 زائد 2 أقسمه على 1 بها 2، 2 في 10 هو 20، وهنا راح يصير
يولي 6 يساوي هنا عندنا المقام 2 إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح راح يصير هنا عندنا 13 على 2 هو الحد السادس. زين هسه راح نطلع الحد السابع. الحد السابع هنا نقول يولي 7، طبعا هو آخر حد السابع لأن هو يقول بين الثلاثة وبين الثمانية، فهنا عندنا الحد السابع كذلك نفس القانون، سالب 7 على 2 الأي زائد الناقص 1 يعني 7 ناقص 1 هو 6 في الدي هي 2. زين يؤدي إلى أن اليول 7 يساوي هنا عندنا سالب 7 على 2 تنزل زائد هنا راح يصير 12. زين أوحد المقامات على 2 ايش راح يصير؟ هنا عندنا اليول 7 يساوي المقام 2، 2 تقسيم 2 1، 1 في سالب 7 سالب 7 زائد 2 تقسيم 1 2 في 12، 12 و 12 24 ويساوي هنا يؤدي إلى أنه اليول 7 يساوي المقام 2 إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح هنا راح يصير 24 ناقص 7 هو 17. إذن هنا راح يصير الحد السابع هو 17 على 2 وسالب 7 على 2، بعدين عوضناه بالقانون طلعنا الحد الرابع 5 على 2 والحد الخامس 9 على 2 والحد السادس 13 على 2 والحد السابع هو 17 على 2. هنا عندنا نقطة 8 طبعا حليتها لكم حتى لا يطول الفيديو، هنا جد الحدود بين الأربعة والتسعة مطينا حد الثالث هو 6 والدي الأساس هو سالب 5 على 2، فهنا نفس الشيء نطبق القانون حتى نطلع الأي، طلعنا الأي هي 11 ونطبق نفس القانون حتى نطلع الحد الخامس اللي هو طلع لنا 1 والحد السادس. طبعا هنا الحد السادس طريقة مختصرة شلون؟ هنا مطلعنا الحد الخامس هو 1، فالحد السادس شلون مطلعه؟ هو نفس الحد الخامس وزائد الدي زائد الأساس، يعني الحد الخامس زائد الأساس راح يطلع للحد السادس. زين الحد السابع شلون يطلع؟ الحد السادس زائد الأساس راح يطلع الحد السابع. زين والحد الثامن شلون يطلع؟ إنه الحد السابع مع الأساس راح يطلع الحد الثامن. صار واضح؟ هذه طريقة مختصرة. هنا يقول حدد نوع المتتابعة متزايدة متناقصة أم ثابتة. زين احنا شلون نحدد نوع المتتابعة؟ نحدد نوع المتتابعة من خلال الأساس اللي هو الدي، فإذا كانت دي أكبر من الصفر يعني عدد موجب إذن راح يكون متتابعة متزايدة، وإذا كانت دي سالب إذن يعني أصغر من الصفر إذن تكون متناقصة، وإذا كانت دي يساوي الصفر فتكون ثابتة. زين فهنا نطلع حدين فقط، حدين الحد الأول والحد الثاني من هذا الحد العام، نطلع حدين وراح نعرف نوع المتتابعة. فهنا نقول يو للواحد يعني الحد الأول، هاي بدال الان أخلي واحد أقول يساوي، هنا أقول 9 ناقص 3 في 1 كل ان أخلي واحد، صار واضح؟ يؤدي إلى أنه هنا أقول 9 أنزلها ناقص 3 في 1 هو 3 ويساوي 9 ناقص 3 هو 6. هذا هنا شنو طلع لي؟ طلع لي الحد الأول اللي هو 6. زين هسه راح نطلع الحد الثاني يساوي هنا أنا أقول 9 ناقص 3 في 2، هنا ما دام حد الثاني إذن هنا عندنا الان 2. زين هنا أنا يؤدي إلى 9 ناقص 3 في 2 6 ويساوي 9 ناقص 6 هي 3. إذن هنا أنا طلع لي الحد الأول 6 والحد الثاني 3. فهسه شلون أعرف نوع المتتابعة؟ من خلال الدي اللي هو الأساس، أقول هنا الدي يساوي، أريد أطلع الأساس، شلون أطلع الأساس؟ الدي يساوي اليو للاثنين ناقص اليو واحد، يعني الحد الثاني أطرح من عند الحد الأول، الحد الثاني شقيت هو 3 ناقص الحد الأول هو 6 ويساوي 3 ناقص 6 هو سالب 3 إشارة الأكبر وأطرح. إذن ما دام هنا نطلع لي بالسالب، ما دام هنا طلع لي بالسالب إذن هذه متتابعة متناقصة لأن هنا عندنا الدي هي أصغر من الصفر، أصغر من الصفر عدد سالب، ف
فهنا نقول المتتابعة متناقصة، المتتابعة متناقصة. صار واضح؟ هذا هو الحل. هنا عندنا 12، كذلك هنا نطلع فقط حدين، الحد الأول يساوي يعني الان هنا عندنا واحد، فهنا ان تربيع يعني واحد تربيع ناقص اثنين يساوي، هنا نقول واحد تربيع هو واحد ناقص اثنين ويساوي سالب واحد، هذا الحد الأول. زين، الحد الثاني يولي الاثنين يساوي هنا اثنين الان، إذا هنا عندنا اثنين تربيع، ان تربيع يعني اثنين تربيع ناقص اثنين يساوي، هنا عندنا اثنين تربيع يعني أربعة ناقص اثنين ويساوي اثنين. إذا طلعت الحد الأول والحد الثاني. هسه هنا حتى طلع الدي يساوي، هنا أقول يو للاثنين ناقص يو واحد، وهذا يؤدي إنه الدي يساوي هنا عندنا اليو للاثنين شقد هو اثنين، زين، ناقص الحد الأول هو واحد، فيصير هنا عندنا ناقص واحد، زين، وهذا يؤدي إنه الدي يساوي هنا عندنا السالب السالب هو موجب، فهنا راح يصير يعني اثنين زائد واحد، اثنين زائد واحد ويساوي ثلاثة. إذا هنا شنو طلع لي؟ الدي طلع لي ثلاثة موجب. إذا ما دام ثلاثة يعني أكبر من الصفر، أكبر من الصفر. إذا هنا نقول المتتابعة، المتتابعة متزايدة، هنا نقول متزايدة. صار واضح؟ لأن هنا عندنا الثلاثة هي أكبر من الصفر، يعني الدي أكبر من الصفر. هنا عندنا نقطة 11، اليو ان يساوي واحد على ثلاثة ان زائد واحد، فهنا أنا أقول اليو للواحد أطلع حدين فقط، أقول يساوي هنا راح أعوض واحد، فأقول واحد على ثلاثة في الان واحد زائد واحد ويساوي، هنا راح يصير واحد، ثلاثة في واحد هو ثلاثة زائد واحد ويساوي واحد على أربعة. هذا الحد الأول. الحد الثاني اللي هو اليو لاثنين يساوي، هنا راح أعوض اثنين، أقول واحد على ثلاثة في اثنين زائد واحد، زين، يساوي واحد، هنا أقول ثلاثة في اثنين هو ستة زائد واحد ويساوي واحد على سبعة، زين، فهنا أنا أقول الدي يساوي اليو تو ناقص يو ون، زين، دي يساوي اليو تو اللي هو هذا الواحد على سبعة ناقص واحد على أربعة. زين، هنا عندنا توحيد مقامات، توحيد مقامات، هنا أنا أقول الدي يساوي أوحد المقامات على 28، 28، 28 كم مرة بيها؟ سبعة، بيها أربعة، أربعة في واحد هو أربعة ناقص 28 كم مرة بيها؟ أربعة بيها سبعة، سبعة في واحد هو سبعة، زين، ويساوي هنا راح يصير 28 أربعة ناقص سبعة هو سالب ثلاثة. إذن هنا ما دام عندنا بالسالب، إذا هذه المتتابعة هي متناقصة. ليش؟ لأن الأساس طلع لنا سالب، فهنا نقول متناقصة. صار واضح؟ عندنا هنا نقطة 12 يقول اكتب الحدود الخمسة الأولى للمتتابعات. هنا ما دام يقول الخمسة الأولى، هنا عندنا الآن هي من واحد إلى خمسة، إذا يقول الحدود الأربعة الأولى يعني من واحد إلى أربعة. صار واضح؟ فهنا الخمسة الأولى يعني الآن هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، فهذه الآن عناصر N، وين عوضها؟ عوضها بالحد العام، زين، فهنا عندنا اليو للواحد، مكان هذه الآن راح أخلي هذه العناصر، فهنا أقول واحد، هنا صار الآن واحد زائد اثنين ويساوي هنا واحد، واحد زائد اثنين هو ثلاثة، إذن هذا الحد الأول. زين، هسه نجي إلى الحد الثاني يساوي، هنا عندنا الآن راح يصير اثنين، زين، هنا أقول اثنين زائد اثنين ويساوي اثنين، اثنين زائد اثنين هو أربعة، هنا نلاحظ أكو اختصارات، أختصر على اثنين فراح يصير واحد على اثنين، أختصر هذه بيها واحد وهذه بيها اثنين، زين، هسه هنا أطلع الحد الثالث يساوي، هنا الآن صارت ثلاثة، فأقول هنا ثلاثة زائد اثنين ويساوي راح يصير ثلاثة على خمسة، زين، هسه هنا أقول الحد الرابع يساوي، هنا الآن صارت أربعة، فهنا نقول أربعة زائد اثنين ويساوي، هنا نقول أربعة، أربعة زائد اثنين هو ستة، زين،
هنا عندنا اختصارات، اختصر على 2، اثنيناتهم اعداد زوجتك تقبل القسمة على 2، فهنا على 2 هذه بيها 2 وهذه بيها 3، فراح يصير 2 على 3. زين، هسه راح اطلع الحد الاخير اللي هو الحد الخامس، يساوي هنا الان صارت 5، فهنا نقول 5 على 5 زائد 2 ويساوي هنا راح يصير 5 على 7. إذن هنا عندنا الحدود الخمسة الأولى، الحد الأول هو 1 على 3، الحد الثاني هو 1 على 2، الحد الثالث هو 3 على 5، والحد الرابع هو 2 على 3، والحد الخامس هو 5 على 7. إذن هذه هي الحدود الخمسة الأولى، صار واضح؟ هنا عندنا نقطة 13 يقول اكتب الحدود الخمسة الأولى. زين، ومنطيني الحد العام هو 4 جذر 2. زين، هنا عندي ان حتى اعوضها؟ لا، ما عندي ان حتى اعوض الحدود الخمسة الأولى. فهنا راسا اقول المتتابعة انه الحد الاول هو نفسه 4 جذر 2، والحد الثاني هو 4 جذر 2، والحد الثالث هو 4 جذر 2، والحد الرابع هو 4 جذر 2، والحد الخامس هو 4 جذر 2. إذن هذه هي المتتابعة طبعا، وهذه المتتابعة تسمى المتتابعة الثابتة. متتابعة ثابتة يعني الدي هنا يساوي 0. زين، نقطة 14 هنا عندنا اكتب الحدود الخمسة الأولى، يعني الان 1 و2 و3 و4 و5. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير اليو 1 يعني الحد الأول، هنا عندنا سالب ان يعني سالب 1 على هنا ان موجب، يعني راح يصير 1 زائد 5 ويساوي راح يصير -1/6. هذا الحد الأول. زين، الحد الثاني يساوي هنا راح يصير -2/2 زائد 5، يعني هنا فوق سالب وجوه موجب. زين، يساوي راح يصير -2/7. هذا الحد الثاني. الحد الثالث يساوي راح يصير -3/3 زائد 5 ويساوي راح يصير -3/8. زين، الحد هنا اقول الحد الرابع راح يصير هنا عندنا -4/4 زائد 5 ويساوي راح يصير -4/9. الحد الخامس راح يصير هنا -5/5 زائد 5 ويساوي راح يصير -5/10. هذه هي الحدود الخمسة الأولى، صار واضح؟ فهنا إذا أكتبها المتتابعة، هنا عندنا الحد الأول هو -1/6، والحد الثاني هو هنا عندنا الحد الثاني هو -2/7، والحد الثالث هو -3/8. زين، والحد الرابع هو -4/9، والحد الخامس هو -5/10. بس هنا شنو عندنا؟ عندنا اختصارات اللي هو -5/2 اقدر اختصرهم، نعم، على 5. فش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا -1/2، فهنا كذلك راح يصير هنا عندنا -1/2، هنا اقدر اختصر هذا الكسر، صار واضح؟ وصلنا إلى نقطة 15، هنا يقول حل المتباينات المركبة ومثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد. هنا عندنا متباينة مركبة اللي تربطهم هي الأداة و. طبعا هذا الموضوع يعني ما صار إنه هواي من ماخذينه، يعني بعدكم تتذكرونه. فهنا عندنا الأداة اللي تربطهم هي و، فنحل هذه المتباينة وحدها ونحل هذه المتباينة وحدها. شلون نحل المتباينة؟ نضع المتغير في طرف والأرقام في الطرف الآخر، ومن ينتقل الرقم من الطرف الآخر تتحول إشارته. فهنا نخلي الاكس في طرف، ننزل علامة التباين، هنا نقول 12، هذه 6 تنتقل راح تصير -6. زين، هنا نقول اكس اكبر او يساوي هنا 12 ناقص 6 هو 2، العفو 12 ناقص منعتها 6 هي 6. زين، هنا اقول اكس هو اكبر او يساوي من 6. اذا هنا عندنا مجموعة الحل الاولى انه هنا نقول اكس حيث x هي أكبر أو يساوي من 6. زين، الأداة اللي تربطهم هي الأداة و. هسه نجي إلى المتباين الثاني نفس الطريقة، هنا نضع الـ x في طرف،
ننزل علامة التباين هنا نقول 20، هذه 6 تنتقل للطرف الآخر راح تصير سالب 6. زين هنا نقول x أصغر 20 أنا قص من عدها 6 هو 14. زين إذن هنا نقول ال x هي أصغر من 14، مجموعة الحل الثانية تساوي هنا نقول x حيث x هي أصغر من 14. زين بما أنه هنا عندنا و إذن الأداة اللي تربطهم أو العلامة اللي تربطهم هي التقاطع. التقاطع زين شلون يتم الحل على مستقيم الأعداد؟ هنا نرسم مستقيم الأعداد. زين على جهة اليمين نضع القيمة العليا وجهة اليسار القيمة الصغرى. هنا عندنا 14 وهنا عندنا 6، من الأكبر؟ الأكبر ل 14 جهة اليمين، وهنا عندنا 6. زين هنا عندنا هذه بها مساواة، نعم بها مساواة للستة، بها مساواة إذا تكون دائرة مغلقة. هنا عندنا 14 بها مساواة، لا ما بها مساواة إذا راح تكون دائرة مفتوحة. بما أنه تقاطع إذا راح يكون التضليل في وسط مستقيم الأعداد. صار واضح؟ هذا هو الحل. نقطة 16، هنا نشوف هذه المتباينة مركبة مزدوجة بها علامتين للتباين. إذا هنا عندنا الأداة اللي تربطهم هي الأداة و. زين هنا عندي مقام، عندي كسر، عندي مقام، اتخلص من هذا المقام راح اضرب المتباينة اضربها في نفس المقام، يعني اضرب اطراف المتباينة في 2. فش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا 1 على 16 راح اضربها في 2، انزل علامة التباين راح يصير زيت زائد 2 على 2 راح اضربها في 2، ونزل علامة التباين راح يصير 1 على 8 راح اضربها في 2. زين ليش؟ حتى هاي الاثنين وهي هاي الاثنين راح تروح، راح يبقى فقط زيت زائد 2. زين وهذه علامات التباين. زين هسه هنا شنو عندنا اختصارات؟ هذه بها 1 وهذه بها 8، فهنا راح يصير 1 على 8 هذا الطرف وهذا الطرف، كذلك اختصارات هذه بها 1 وهذه بها 4 فراح يصير 1 على 4. اذا هنا عندنا زيت زائد 2 هي أكبر من 1 على 8 وأصغر أو يساوي من 1 على 4. زين هنا أنا في الوسط أكو هنا رقم مع المتغير، أنا هنا أريد فقط المتغير، فهنا راح أضيف النظير الجمعي للموجب 2 أضيفه لأطراف المتباينة. فش راح يصير؟ راح يصير 1 على 8 النظير الجمعي للموجب 2 هو سالب 2، فهنا أقول سالب 2 أنزل علامة التباين راح يصير زيت زائد 2 أضيف له سالب 2، انزل علامة التباين هنا راح يصير 1 على 4 سالب 2. زين ليش؟ حتى هذا الموجب 2 والسالب 2 راح تختصر، راح يبقى فقط الزيت. زين انزل علامات التباين، هنا شنو عندنا؟ راح يصير عندنا توحيد مقامات، هذه مقامها 1 او واحد المقامات 1 على 8، 8 كم مرة بها 8 بها 1، 1 في 1 راح يصير 1 ناقص 8 كم مرة بها 1 بها 8، 8 في 2 هو 16. زين الجهة الثانية شو راح يصير؟ راح يصير كذلك توحيد المقامات، توحيد المقامات على 4، 4 كم مرة بها 4 بها 1، 1 في 1 1 ناقص 4 كم مرة بها 1 بها 4، 4 في 2 8. زين شو راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا زيت، انزل علامات التباين هنا المقام 8، هنا 1 ناقص 16 إشارة الأكبر وأطرح راح يصير سالب 15، وهنا عندنا المقام 4 1 ناقص 8 راح يصير سالب 7 إشارة الأكبر وأطرح. إذا هنا عندنا زيت هي أكبر من سالب 15 على 8 وأصغر أو يساوي من سالب 7 على 4. هذا هنا عندنا الكسر أقدر أحوله إلى عدد كسري، أنا أقسم، قسم 15 على 8 إيش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا سالب 1 على 7، سالب 1 عدد صحيح و7 على 8. زين زيت وهنا عندنا ال7 من اقسمها على 4 ايش راح يصير؟ راح يصير سالب 1 عدد صحيح و3 على 4. تقدرون تكتبونها بهذا الشكل، وهذا شنو طبعا هذه مجموعة الحل. هنا تقولون زيت حيث زيت سالب 1 عدد صحيح و7 على 8 هو أصغر من زيت، والزيت هي أصغر أو يساوي من سالب 1 على الصحيح وثلاثة على 4. زين هسه هنا راح نرسم مستقيم الأعداد، طبعا اثنيناتهم سالب، فهنا عندنا راح يصير سالب 1
عدد صحيح وثلاثة على أربعة، وهنا عندنا سالب واحد على الصحيح وسبعة على ثمانية. هنا شنو عندنا؟ هذه العلامة بدون مساواة، إذا دائرة مفتوحة، وهنا بها مساواة دائرة مغلقة. زين، بما أن الأداة اللي تربطهم هي الأداة و، إذا هنا راح يكون التضليل في وسط مستقيم الأعداد. صار واضح؟ هنا عندنا نقطة 17، الأداة اللي تربطهم هي الأداة أو، فنحل هذه المتباينة واحد ونحل هذه المتباينة واحد. هنا نضع المتغير في طرف والأرقام في الطرف الآخر. فهنا نقول X هذه 3 راح تنتقل، أنزل علامة التباين، راح يصير سالب 5 زائد 3 من انتقلت حولت إلى موجب. فهنا نقول X هي أصغر أو يساوي، إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح راح يصير سالب 2. إذن هنا عندنا S تساوي X حيث X هي أصغر أو يساوي من سالب 2. زين، هذه الأداة اللي تربطهم هي أو. زين، هسه نجي للثانية. هنا عندنا الإكس كذلك نفس الطريقة، أنزل علامة التباين، راح يصير 5 زائد 3. هذه هنا عندنا 3 انتقلت، تحولت إشارتها إلى موجب. فهنا نقول إكس هي أكبر من 8. إذن هنا عندنا مجموعة الحل الثانية، هنا نقول إكس حيث إكس هي أكبر من 8. بما أنه الأداة اللي تربطهم هي أو، إذن بيناتهم اتحاد. زين، هسه راح نرسم مستقيم الأعداد. هنا عندنا سالب 2 و 8، هنا راح نكتب الثمانية وهنا راح نكتب السالب 2. هذه هنا عندنا بها مساواة، إذن دائرة مغلقة، وهنا عندنا بدون مساواة دائرة مفتوحة. زين، اتحاد يعني يكون التضليل في أطراف مستقيم الأعداد. صار واضح؟ نقطة 17، كذلك هنا عندنا الأداة اللي تربطهم هي الأداة أو. فهنا نقول 7 تي نضعها في طرف، نزل علامة التباين، هنا نقول سالب واحد، هذه الخمسة راح تنتقل، راح يصير موجب 5. زين، 7 تي نزل علامة التباين، هنا عندنا إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح راح يصير 4. زين، هسه تخلص من هذا المعامل اللي هو 7، فأقسم الطرفين على المعامل، فهذه 7 وهذه 7 تروح، راح يبقى فقط التي. أقول تي أكبر هنا من 4 على 7. إذا هنا عندنا مجموعة الحل الأولى إنه الأس تساوي، أقول هنا تي حيث تي هي أكبر من 4 على 7. هذه مجموعة الحل الأولى. زين، الأداة اللي تربطهم هي أو. هسه هنا كذلك نفس الطريقة، هنا نقول 7 تي أخليها بطرف، أنزل علامة التباين، راح يصير هنا عندنا سالب 14، وهذه السالب 5 راح يصير موجب 5. زين، هنا نقول 7 تي، أنزل التباين، هنا عندنا إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح راح يصير 14 ناقص 5 هو 9. زين، هسه هنا أتخلص من هذا المعامل، أقسم الطرفين على المعامل، فهذه 7 وهذه 7 تروح، راح يبقى فقط التي. أنزل التباين، راح يصير هنا عندنا سالب 9 على 7. إذا هنا عندنا مجموعة الحل الثانية تساوي، هنا نقول تي حيث تي هي أصغر أو يساوي من سالب 9 على 7. زين، بما أنه اللي بيناتهم أو، إذن هنا عندنا اللي بيناتهم هو اتحاد. زين، نرسم مستقيم الأعداد. هنا عندنا موجب بسالب، فالموجب في اليمين، هنا نقول 4 على 7، وهنا عندنا سالب 9 على 7. زين، هنا عندنا هذه الدائرة، العفو، هنا عندنا العلامة بدون مساواة، إذن دائرة مفتوحة، وهنا بها مساواة دائرة مغلقة. زين، بيناتهم اتحاد، إذن راح يكون التضليل في أطراف مستقيم الأعداد. هذا حل نقطة 18. هنا عندنا نقطة 19، كذلك هنا عندنا الأداة اللي تربطهم طبعاً هي الأداة أو. فهنا عندنا الواي هي أصغر أو يساوي من الصفر، فهنا أقول الواي هي أصغر أو يساوي من الصفر، هاي تبقى كما هي. زين، هنا أقول أو، هنا عندنا الواي خليها في طرف، أنزل التباين، هذه 7 أنقلها للطرف الآخر، راح يصير 16 ناقص 7، تحولت إشارتها، انتقلت حولت إشارتها. زين، هنا أقول واي هي أكبر أو يساوي، العفو، أصغر أو يساوي من الصفر، أو هنا أقول واي هي أكبر أو يساوي، هنا عندنا 16 ناقص 7 هي 9. زين، فهنا نقول مجموعة الحل الأولى اللي هي هنا عندنا الـ S تساوي،
هنا نقول y، حيث y هي أصغر أو يساوي من الصفر. وهنا عندنا مجموعة الحل الثانية، هنا نقول y، حيث y هي أكبر أو يساوي من 9. زين، بما أنه اللي بيناتهم أو، إذن بيناتهم اتحاد. زين، نرسم مستقيم الأعداد. هنا عندنا صفر وهنا عندنا 9، من الأكبر أكبر 9 وهنا نقول الصفر. زين، هنا عندنا بها مساواة فتكون دائرة مغلقة، وهنا بها مساواة كذلك دائرة مغلقة. اتحاد يعني يكون التضليل في أطراف مستقيم الأعداد. هذا حل نقطة 19. نقطة 20، هنا طبعا عندنا هذه المتباينة مركبة تربطها الأعداد أو، فهنا نحل هذه المتباينة ونحل هذه المتباينة. هنا عندنا y ناقص y على 3. زين، هنا ننزل التباين اتخلص من العدد الصحيح. 3 في 1 هو 3 زائد 1 هو 4 على 3. زين، او هنا عندنا الy على 3، انزل التباين هنا كذلك اتخلص من العدد الصحيح. 3 في 9 27 و1 هو 28 على 3. هنا تلاحظون انه اطراف المتباينه بها المقام اللي هي 3، فراح اضربها في 3، اضربها في 3 ليش؟ حتى اختصر. هاي ال 3 تروح ويا هاي ال 3 بالمقام، ايش راح يبقى؟ راح يبقى هنا عندنا y هي اصغر من 4، او هنا عندنا ال y هي اكبر من 28. يعني هاي اختصرت هاي ال 3 اختصرتها ويا هاي ال 3 بالمقام. صار واضح؟ زين، فهنا عندنا مجموعة الحل الأولى، هنا نقول y، حيث y هي أصغر من 4. زين، بيناتهم طبعا اتحاد لأن أو. المجموعة الثانية أقول y، حيث y هي أصغر من 28. زين، فهنا عندنا الرسم على مستقيم الأعداد. هنا عندنا 28 وهنا 4، من الأكبر أكبر 28 جهة اليمين، وهنا عندنا 4. هنا عندنا بدون مساواة يعني دائرة فارغة دائرة فارغة، واتحاد يعني يكون التضليل في أطراف مستقيم الأعداد. هذا حل نقطة 20. هنا عندنا سؤال، اكتب المتباينة المركبة التي تبين مدى طول الضلع الثالث. طبعا هذه عن المتباينة المثلثية. مطين هنا ضلعين، مطين ضلعين والمثلث هو ثلاثة أضلاع. إذا راح نفرض الضلع الثالث هو X، راح نفرض الضلع الثالث هو X، فايش راح نقول؟ طبعا راح نجمع كل ضلعين لازم يكون أطول من الضلع الثالث. فهنا نقول 4 زائد 9 هو أكبر من X، فهذا يؤدي إنه 4 زائد 9 هو 13، و 13 أكبر من X. زين، هسه هنا أريد نكتب المتباينة. أول نتيجة طلعت لي إنه X هي أصغر من 13. زين، هسه شو نقول؟ نقول هنا عندنا 4 زائد X هي أكبر من 9، فهذا يؤدي هنا راح أضع المتغير في طرف الأرقام في الطرف الآخر، راح يصير X. هنا أنزل التباين الأكبر وهنا نقول 9 ناقص 4، ويؤدي إلى أنه X هي أكبر، 9 ناقص 4 هي 5، فهنا عندنا X هي أكبر من 5. هذه النتيجة الثانية. زين، هسه شو نقول؟ نقول 9 زائد X هي أكبر من 4. زين، فيؤدي إلى أنه X، أنزل التباين، راح يصير هنا عندنا 4 ناقص 9. زين، فش راح يصير؟ راح يصير X هي أكبر 4 ناقص 9، إشارة الأكبر وأطرح، فراح يصير سالب 5. من تطلع لي هنا عندنا بالسالب، فهذا السالب يهمل، هذا السالب يهمل. إذن هنا شنو طلعت لي النتيجة حتى أكتب المتباينة؟ انه هنا الاكس اكتبها بالوسط، هنا انزل هذه علامات التباين، اثنيناتهم راح يكون اتجاههم باليمين. فهنا عندنا الاكس هي اصغر منين طلعت؟ الاكس اصغر منين؟ اصغر من 13، واكبر منين؟ واكبر من 5. اذا هذه هي المتباينه، انه الاكس هي اكبر اصغر من 13 واكبر من 5. نقطة 22، هنا عندنا الأطوال هي 5 سنتيمتر و 12 سنتيمتر، والضلع الثالث راح نفرض X سنتيمتر. فهنا راح نجمع، هنا نقول 5 زائد 12 هي أكبر من X، فيؤدي إلى أنه 5 زائد 12 هو 17، فهنا نقول 17
هي أكبر من الإكس، هذه النتيجة الأولى. زين، هسه نجمع نقول 5 زائد إكس هي أكبر من 12، زين، يؤدي إلى هنا نضع المتغير في طرف الأرقام بالطرف الآخر، فهنا راح يصير الإكس هو أكبر من 12 ناقص 5، 12 ناقص 5 زين، ويؤدي إلى أنه الإكس هي أكبر 12 ناقص 5 هي 7، هذه النتيجة الثانية. زين، هسه هنا أقول 12 زائد إكس هي أكبر من 5، زين، هنا أقول إكس هذه ال 12 تنتقل للطرف الآخر، راح يصير 5 ناقص 12، ويؤدي إلى أنه الإكس هي أكبر 5 ناقص 12 إشارة الأكبر وأطرح راح يصير -7، هذا عندنا هنا يهمل، اللي بالسالب يهمل. إذا هنا راح نكتب المتباينة أنه الإكس أخليها في الوسط، أخلي هنا هذه علامات التباين اتجاهها لليمين، هنا عندنا الإكس هي أصغر منين؟ هي أصغر من 17 وأكبر منين؟ وأكبر من 7. طبعا هنا دائما أخلي الرقم الكبير وهنا أخلي الرقم الصغير، صار واضح؟ هذه هي المتباينة. هنا عندنا نقطة 23 كذلك نفس طريقة الحل، فحليتها لكم حتى لا يطول الفيديو. وصلنا إلى نقطة 24، هنا يقول حل المتباينات القيمة المطلقة. طبعا هنا ظليت أسرع بالحل، ليش؟ لأن هذه المواضيع تونا ماخذيها، يعني بعدكم تتذكرونها. هنا عندنا متباينة قيمة مطلقة، علامة التباين هي أصغر أو يساوي، إذا كانت أصغر يعني الأداة اللي تربطهم هي الأداة و، فهنا شلون راح يكون الحل؟ هنا أرفع المطلق أقول إكس ناقص 6، زين، أنزل هذه علامة التباين أصغر أو يساوي من 3، الطرف الثاني أنزل نفس علامة التباين وأقول -3، يعني هنا أصغر أو يساوي، هنا كذلك أقول أصغر أو يساوي -3، زين، هسه أتخلص من هذا العدد اللي يم المتغير اللي هو -6، أضيف النظير الجمعي مالته اللي هو موجب 6، أضيف الأطراف المتباينة، فش راح يصير؟ راح يصير -3 + 6، أنزل التباين، راح يصير إكس ناقص 6 + 6، أنزل التباين، راح يصير 3 + 6، هنا ضفت +6، ليش؟ حتى الموجب 6 والزائد 6، الموجب 6 والناقص 6 تروح، راح يبقى فقط الإكس، زين، أنزل علامات التباين، هنا عندنا إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح راح يصير 3، وهنا عندنا 3 + 6 هو 9، فهنا شنو صار عندي؟ صار عندي الإكس هي أصغر أو يساوي من 9 وأكبر أو يساوي من 3، فهذه هي مجموعة الحل، صار واضح؟ هنا نقول إذا مجموعة الحل الإس تساوي، هنا نقول الإكس حيث إكس، أنزل هذه النتيجة أقول 3 أصغر أو يساوي من الإكس والإكس أصغر أو يساوي من 9، هذه هي مجموعة الحل. نقطة 25، هنا عندنا علامة التباين هي أصغر، إذا هنا راح تكون هنا متباينة ومزدوجة، الأداة اللي تربطهم هي الأداة و، زين، هنا عندنا عدد بين علامة التباين وبين المطلق، فأتخلص من هذا العدد أنقله للطرف الآخر، فهنا عندنا المطلق ما أرفعه، أقول 3 زائد، زين، أنزل التباين راح يصير 4 + 5، زين، هسه أقول هنا عندنا 3 زائد، أنزل التباين 4 + 5 هو 9، زين، هسه تخلصت من هذا العدد اللي بين التباين وبين المطلق، هسه أرفع المطلق، هنا أقول 3 زائد أخليه في الوسط، أنزل هذه علامة التباين وأقول هنا أصغر من 9، الطرف الثاني نفس علامة التباين وأقول -9، زين، هسه هنا عندنا زد إلها معامل، فأقسم هنا أقسم على المعامل، يعني هنا راح أقسم على 3، فش راح يصير؟ -9 أقسم على 3 راح يصير -3، أنزل التباين راح يصير هنا فقط زيت، أنزل التباين 9 أقسمها 3 على 3 بها 3، إذا راح يصير هنا عندنا زيت هي أصغر من 3 وأكبر من -3، إذا هنا عندنا مجموعة الحل إنه الإس تساوي هنا نقول زيت حيث زيت، هنا نقول -3 هي هنا أصغر من زيت والزيت هي أصغر من 3، هذه هي مجموعة الحل، صار واضح؟ هنا عندنا نقطة 26، هنا تلاحظون علامة التباين هي أكبر، إذا الأداة اللي تربطهم هي الأداة أو، هنا نقول إكس هنا طبعا راح أجزئها جزئين، هنا نقول إكس
زائد واحد انزل التباين هنا نقول اكبر من النصف، او هنا نقول اكس زائد واحد اقلب التباين واقول سالب واحد على اثنين. هذه هي الطريقة. هنا عندنا هذا المطلق الجزئي، لان الاداتين اللي تربطهم هنا اداة او، شلون عرفناها؟ من هنا العلامة الاكبر. زين، هسه تقولوا شلون نعرف علامة الاكبر من الاصغر؟ هنا عندنا هذه العلامة التباين على من مفتوحة، مفتوحة على الاكس هنا، اذا هي الاكبر. واذا مفتوحة على الحد الثاني او الرقم الثاني اذا يكون اصغر. زين، هسه راح نحل هذه المتباينة واحد ونحل هذه المتباينة واحد. هنا الاكس اضعها في طرف فيصير واحد على اثنين، هذه الواحد تنتقل راح يصير سالب واحد. زين، هسه هنا نقول اكس، هنا شنو راح واحد مقامات على اثنين، اثنين كمرة بها اثنين بها واحد، واحد في واحد هو واحد ناقص اثنين كمرة بها واحد بها اثنين، اثنين في واحد هو اثنين. فش راح يصير؟ راح يصير اكس هو اكبر، هنا عندنا واحد ناقص اثنين هو سالب واحد، فراح يصير هنا عندنا الاكس هي اكبر من سالب واحد على اثنين. وهذه مجموعة الحل الاولى. مجموعة الحل الاولى انه الاس تساوي هنا نقول اكس حيث اكس هي أكبر من سالب واحد على اثنين. زين، هسه نجي إلى المتباينة الثانية، الأداة اللي تربطهم هي الأداة أو. نفس الطريقة، هنا الأكس خليها في طرف، أنزل التباين راح يصير سالب واحد على اثنين سالب واحد، نقلنا الواحد للطرف الآخر. زين، هنا نقول أكس، أنزل التباين، هنا راح أوحد مقامات على اثنين، هنا مقامها واحد، اثنين أقسمها على اثنين بها واحد، واحد في سالب واحد راح يصير سالب واحد. زين، ناقص اثنين كمرة بها واحد بها اثنين، اثنين في واحد هو اثنين. زين، فش راح يصير؟ راح يصير اكس أكبر، هنا عندنا إشارات متساوية، أنزل واحدة من عندهم واجمع فراح يصير سالب ثلاثة. إذا هنا عندنا مجموعة الحل الثانية هي x حيث x هي أصغر من سالب 3 على 2. زين، بيناتهم أو، إذا راح يكون بيناتهم اتحاد. هذا هو مجموعة الحل. نقطة 27، هنا عندنا 6 مطلق x ناقص 8، هنا عندنا علامة التباين هي أكبر أو يساوي من 3، إذا الأداة اللي تربطهم هي الأداة أو. زين، هنا عندنا هاي الثمانية انقلها للطرف الآخر، فش راح يصير؟ راح يصير ستة للإكس، هنا نقول أكبر أو يساوي من ثلاثة زائد ثمانية. زين، ستة للإكس أكبر أو يساوي، هنا راح يصير 11. زين، هسه أتخلص من معامل إكس، أقسم الطرفين على ستة، فهنا راح أقسم على ستة وهنا أقسم على ستة، حتى هذه ستة وهذه ستة تروح، راح يبقى فقط المطلق الإكس، هنا نقول أكبر أو يساوي من 11 على 6. زين، فهنا نقول أما الأكس، شنو أما؟ فهنا نقول الأكس هي أكبر أو يساوي من 11 على 6، أو هنا نقول الأكس هي أصغر أو يساوي من سالب 11 على 6. هذا هو الحل. صار واضح؟ طبعا هذه نقطة 28 ونقطة 29 تشبه نقطة 27 بالضبط، بس الأرقام تختلف، فهنا أنا حليتها لكم حالته ليطول الفيديو. صار واضح؟ هنا عندنا نقطة 30، علامة التباين هي الأكبر، إذا عندنا هذا المطلق راح نجزئه جزئين. هنا نقول 4 ناقص 3 واي أكبر أو يساوي من 14، أو هنا نقول 4 ناقص 3 واي هو أصغر أو يساوي من سالب 14. زين، هسه راح نحل هذه المتباينة واحد ونحل هذه المتباينة واحد. هنا عندنا راح أخلي المتغير في طرف والأرقام في الطرف الآخر، فهنا عندنا هاي السالب طبعا للثلاثة واي، فهنا نقول سالب 3 واي، هنا نزل التباين راح يصير 14، هاي الأربعة موجب راح يصير سالب 4. زين، هسه هنا نقول سالب 3 واي، هنا نزل التباين 14 ناقص 4 هو 10. زين، هسه أقسم الطرفين على سالب 3، ليش؟ هنا عندنا المعامل سالب 3، فأقسم الطرفين على سالب 3. بس هنا تنتبهون على شغلة، من نقسم على السالب
المتباينة من القسمة على سالب 3 راح تقلب علامة التباين. يعني ايش راح يصير؟ هنا راح اقسم على سالب 3 وهنا اقسم على سالب 3، فهذه سالب 3 وهي سالب 3 راح تروح، راح يبقى فقط الواي. من قسمت على السالب علامة التباين راح تقلب اتجاهها. صار واضح؟ هنا اقول 10 على سالب 3، ما بي اختصارات فتنزل. اذا هذه هي مجموعة الحل. مجموعة الحل الاولى انه الاس تساوي، هنا نقول واي، حيث واي هي صارت هنا اصغر او يساوي من 10 على سالب 3. صار واضح؟ زين. هسه نجي طبعا هاي الاداة او او او، نجي الى المتباينة الثانية نفس طريقة الحل. هنا عندنا سالب 3 واي، خليها بطرف، انزل التباين، راح يصير سالب 14 سالب 4، هاي الاربعة نقلها للطرف الاخر. زين، سالب 3 واي، انزل التباين، هنا عندنا اشارات متساوية، انزل وحدة معتهم مجمع، راح يصير 18. زين، هسه هنا اتخلص من هذا المعامل، اقسم الطرفين على سالب 3، يعني هنا اقسم على سالب 3 وهنا اقسم على سالب 3، فهذا سالب 3 وهذا سالب 3 راح يروح، راح يبقى فقط الواي. من اقسم على سالب 3 علامة التباين راح تقلب، لان راح يصير بالعكس. زين، هنا عندنا هذا السالب وهي السالب يروح، و3 و18 هذا بيها 1 وهذا بيها 6، فراح يصير 6. اذا هنا عندنا مجموعة الحل الثانية، ايش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا الاس تساوي، هنا اقول واي، حيث واي هي اكبر او يساوي من 6. زين، بما انه هي او، اذا الاداة اللي تربطهم هي اتحاد. صار واضح؟ هذه هي مجموعة الحل. نقطة 31 والاخيرة، هنا عندي كسر، عندي مقام 9، فاتخلص من هذا المقام، راح هنا اضرب الطرفين في 9 حتى اختصر 9 ويا 9. ايش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا مطلق 6 ناقص 3 واي، هنا تخلصت من 9 بعد باعتبار ضربت في 9 واختصرت. زين، انزل التباين، هنا عندنا 5 كذلك اضربها في 9 راح تصير 45. زين، هسه هنا العلامة علامة أكبر، إذا هذه المطلق راح أجزئها جزئين، والأداة اللي تربطهم هي الأداة أو. زين، فهنا نقول 6 ناقص 3 واي أكبر أو يساوي من 45، أو هنا نقول 6 ناقص 3 واي أصغر أو يساوي من سالب 45. زين، هسه نحل هذه المتباينة واحد وهذه المتباينة واحد. هنا طبعا نفس الطريقة، هاي السالب 3 واي خليها في طرف، انزل التباين، هنا صارت 45، هاي الستة انقلها راح تصير سالب 6، هنا عندنا موجب، من انقلها راح تصير سالب. زين، سالب 3 واي هنا 45 ناقص 6 راح يصير هنا عندنا 39، الناتج هو 39. زين، هسه حتى تخلص من هذا المعامل راح اقسم الطرفين في سالب 3 في العفو، اقسم الطرفين على سالب 3. ليش؟ لهنا عندنا سالب، المعامل هو سالب، فهنا راح اقسم على سالب 3 وهنا سالب 3، فهذا السالب 3 وهذا السالب 3 راح يروح، راح يبقى فقط الواي. وما دام هنا قسمت على السالب، اذا اشاره علامه التباين راح تقلب اتجاهها. زين، هنا اكو اختصارات، نعم اكو اختصارات على 3، هذه بيها 1، زين، وهذه بيها 1 وهذه بيها 3، فراح يصير 13، والاشاره سالب، يعني سالب 13، سالب 13. اذا هنا عندنا مجموعه الحل انه الاس تساوي، هنا نقول واي، حيث واي هي اصغر او يساوي من سالب 13، هذه المجموعه الاولى. زين، هسه هنا عندنا او المجموعة الثانية، العفو، المتباينة الثانية نفس الطريقة، هنا أنا أقول سالب 3 واي، أنزل التباين، راح يصير سالب 45 ناقص 6. زين، سالب 3 واي، أنزل التباين، هنا إشارات متساوية، نزل وحدة معتهم مجمع، فهنا أنا راح يصير 5 و 6 11 راح يصير 51، سالب 51. زين، راح أقسم على سالب 3، فهاي سالب 3 وهي سالب 3 راح يروح، راح يبقى فقط الواي. من نقسم على 3 علامة التباين راح تقلب اتجاهها. زين، هنا طبعا ماكو اختصارات، بس الاختصار بين السالب وبين السالب،
فش راح يصير؟ راح يصير 51 على 3. إذن هنا عندنا مجموعة الحل الثانية، هنا نقول y حيث y هي أكبر أو يساوي من 51 على 3. طبعا عفوا هنا شنو عندنا بين ال 51 و3؟ اكو اختصارات، فهنا على 3 هذه بها 1 وهذه بها 17، فراح يصير هنا عندنا 17. هنا راح يكون مجموعة الحل هو 17. صار واضح؟ وانتهى درسنا لهذا اليوم. مع السلامة.